سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. آخر مستجدات قضية سعاد جوهرة مغربية وزوجها وابنتها بالمحكمة. هذا الشيء اللي وقع ديال الزوج اللي كان سابقا ديالي، ودابا راه مازال كيتسمى زوج بالنسبة للأوراق، بالنسبة للأوراق، وإنما يعني هكا الصلة بيني وبينه انتهت بالنسبة لهذا المشاكل اللي وقعت ديال البنت، وهذا المشكل ديال الاغتصاب اللي تا واحد ما يرضى به، والله سبحانه وتعالى محرمه. فاذا ما عندناش تواصل وما يبقاش تواصل بيناتنا، لحقاش احنا كنطبقوا المسطره القانونيه دابا، وان شاء الله راه غاديه المسطره القانونيه، وداك الشيء كيمشي درجه بدرجه، اي شويه ديال الصبر وان شاء الله غنوصلوا للنتيجه في الاخير. الله ياخذ حقي وحق كل مظلومه وتظلمت بحال هذا الظلم. هذا اللي تظلمت في الشرف ديال البنت ديالي، اللي هو شرف العائله وكيتعتبر الشرف ديالي، وانا دابا كناخذ حقها، ولو هي ما بغاش تاخذ حقها هي بيديها، انا كناخذ حقها. انا كأم وهي مازال تحت الحضانه ديالي، انا بامكاني ناخذ الحق ديالها، وعندي حق ناخذ الحق ديالها، وغنبقى ناخذ الحق ديالها حتى ان شاء الله للنهايه، حتى نشوف حقي بعيني، وربي راه عيوفقني ان شاء الله.